السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث أشادت سفارات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بليبيا باستضافة ليبيا الناجحة لمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بالعاصمة طرابلس في 21 من شهر أكتوبر الجاري، حيث رحبت السفارات عبر بيان نشرته اليوم بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات للانتخابات وبإعلان رئيس المفوضية عن نشر استمارات قوائم التزكية للمترشحين، مؤكدين دعمهم الكامل للمفوضية وإدانة الجهات المعرقلة أو المهددة لعملها. قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية اعتمدت خطة تزامن تنفيذ عمليتي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. هذا وأضاف السايح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد أن إعلان النتائج سيجرى أيضا بالتزامن، كما سيتم نشر قوائم المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في مراكز الانتخابات، وذلك لتمكين الناخبين من التأكد من أسمائهم واستلام بطاقاتهم الانتخابية. أكد المبعوث الخاص الأممي لليبيا يانكوفيتش دعم الأمم المتحدة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. هذا وقال كوفيتش خلال البيان الذي أصدره بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إن الاتفاق قد مهد الطريق للعملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون على حد وصفه. إلى ترهون، حيث أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين يوم السبت اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي بترهون وانتشال جثة واحدة منها. وأضافت الهيئة عبر صفحتها أن فرق إدارة البحث عن الرفات ما زالت مستمرة في عمليات التنقيب والاستكشاف، وذلك بناء على البلاغات الواردة للهيئة من المواطنين. أقل من 60 يوما على موعد الانتخابات، ولازال الليبيون يتطلعون إلى الوصول لبر الاستقرار، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالمشهد السياسي والقانوني يزداد تعقيدا، والطريق المؤدية إلى موعد الاستحقاق الانتخابي يخفت نورها، يبقى المواطن يثير عدة تساؤلات. فما هو مصير الانتخابات في ظل استمرار الخلاف وعدم التوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات؟ ولماذا تأخر النواب في تعديل المواد التي أوصت بها المفوضية؟ وكيف يعمل القضاء الذي بات الفيصل بين المختلفين؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نطرحها لضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. لا تزال سفينة الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري تتلاطم أمواج الخلاف حولها وتعصف رياح الانشقاق بها، وذلك حول قوانين العملية الانتخابية. ولعرض آخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية القادمة، عقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح مؤتمراً صحفياً بمقر المفوضية كشف فيه عن خطة تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقاً للقوانين الصادرة عن مجلس نواب عقيلة. واعتمدت خطة السائح على انتخابات عامة تجرى بشكل متزامن، وتكون الرئاسية على جولتين
تقترح المفوضية موعداً للاقتراع ضمن الجولة الأولى وتحيله إلى نواب طبرق لإقراره، لتكون الجولة الثانية ملتصقة بالانتخابات النيابية في يوم اقتراع يحدد بمقترح آخر، على أن تعلن النتائج بشكل متزامن أيضاً. السائح في كلمته أعلن أن هذين اليومين سيخصصان لنشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في مراكز الانتخاب، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الطعن خلال 48 ساعة من النشر، بالإضافة لنشر قوائم التزكية التي اشترطتها. في حين شكك كثير من المراقبين في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالرغم من هذه التصريحات المتفائلة للمفوضية، وذلك بسبب استمرار الخلاف حول قانون الانتخابات، حيث إن مجلس نواب طبرق مستمر في سياسة وضع العربة أمام الحصان بإصداره قوانين للانتخابات المقبلة، متجاوزاً بذلك الاتفاق السياسي الذي نص بشكل واضح على أن تكون القوانين توافقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، تجنباً لنشوب أي نزاع سياسي يرجع البلاد إلى مربع الخلاف الأول. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صرح في وقت سابق بأن ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر في غاية الخطورة، وأن المفوضية الوطنية العليا لم تعد محايدة، وذلك قبل أن يتوجه مع عضو مجلس النواب جلال الشويهدي إلى الطعن لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه. ومع كل الجدل القائم حول الانتخابات، ينتظر المواطن ويترقب وصول السفينة التي يأمل أن تحمل على ظهرها الاستقرار الذي ينهي شبح الحروب والانقسام في البلاد. أفتح حلقة النقاش وأرحب بضيفي عبر استديوهاتنا من مدينة مصرات المحلل السياسي مروان الدرقاش. أرحب بك سيد مروان. مرحبا، أهلا وسهلا بك سيد صفي. نعم، وعبر خدمة سكايب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود إسماعيل. أرحب بك دكتور محمود. مرحبا وبالجميع. نعم، وعبر خدمة سكايب أيضا المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل رويحة. أرحب بك أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام. نعم، أرحب بكم جميعا ضيوفي. أبدأ معك بداية سيد مروان، يعني في الأمس شهدنا مؤتمر صحفي لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ما هي قراءتك حول هذا المؤتمر؟ نعم، أحييك أستاذ صفي رحمن وأحيي ضيوفك الكرام الدكتور محمود والأستاذ إسماعيل، وأيضا تحية طيبة لمشاهدي قناة تناصح. مساء الخير عليكم جميعا. لا زالت المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عماد الدين السايح تواصل نفس السلوك ونفس الأداء السابق، التدخل في السياسة والتدخل أيضا في التشريعات، وهذا الأمر يعني تحدثنا سابقا في حلقات سابقة أستاذ السفير الرحمن، يعني في قناة تناصح هنا، وبوجود وحضور السيد عماد الدين السايح وقلنا بأن هذه المفوضية أصبحت غير حيادية وفقدت أهم ميزة من ميزات التي نص عليها قانون رقم 8 سنة 2013، والذي وصف هذه المفوضية بأنها مفوضية عليا مستقلة وحيادية، يجب أن تكون حيادية. هذا الصفة، هذه الصفة أو هذه الميزة للمفوضية، وهي ميزة الحياد وعدم التدخل في الشأن السياسي والشأن القانوني، الآن نجد أن هذه المفوضية منذ شهور، منذ الحديث عن الانتخابات وبداية يعني التجهيز لهذه والإعداد لهذه الانتخابات، بدأت هذه المفوضية تتجه اتجاها خاطئا في تعاملها مع العملية الانتخابية. ومنذ اليوم الأول عندما صرح عماد الدين السايح وقال بأن مجلس النواب هو المجلس التشريعي وأنه معني فقط بالقوانين التي تصدر من مجلس النواب، هو في هذا
قد يعني خرج عن حياديته وأصبح طرفا سياسيا، لأننا نعرف جيدا أنه منذ سنة 2014 هناك انقسام سياسي وهناك صراع سياسي وهناك طرفين سياسيين في ليبيا، كل منهم يدعي الشرعية وأحدهم يمتلك يعني حكم من المحكمة العليا، حكم بإلغاء البرلمان وإعادة المؤتمر من جديد، والآخر لديه يقول أنه لديه شرعية استنبطها أو استمدها من الانتخابات. جرى بعد ذلك اتفاق سياسي أو جرى التوقيع على اتفاق سياسي جعل هذين الجسمين يقتسمان الشرعية ووضع بنود ل يعني الحكم ما بين هذين الجسمين وهم البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. أهم هذه المواد والبنود هي الحديث عن التشريعات الانتخابية، وجعل التشريعات الانتخابية يجب التوافق عليها من قبل هذين الجسمين قبل أن تصبح سارية ويمكن المفوضية أن تأخذ بها. لكن عماد السيني الصالح ضرب بهذا الخلاف وهذا الاتفاق، هذه الاتفاقات عرض الحائط، وقال أن مجلس النواب هو فقط الجسم التشريعي، وبذلك أصبح عماد الدين سايح ومن خلفه المفوضية العليا الانتخابات طرفا سياسيا منحازا لمجلس النواب، وبذلك فقد شرعيته، فقد استقلاليته، فقد حياديته وشفافيته. وأنا من هذا المنبر أوجه لكل الليبيين بأنه أي عملية انتخابية تجريها المفوضية العليا للانتخابات هي عملية من الآن مطعون فيها، عملية غير شفافة، غير نزيهة، غير حيادية، ولن نعترف بنتائجها ولن نقيم لها أي أساس. يعني عدي يدير انتخابات يا سيد عماد الدين السايح وطلع نتائج على راحتك، لكن الآن أنت غير مخول من الليبيين بأن تقيم هذه العملية لأنك أصبحت يعني طرف سياسي إلى جانب مجلس النواب. هذه تصريحات، عندما تقول بأن مجلس النواب ليس طرفا سياسيا معناه ذلك أنت عندك تعترف بمجلس النواب فقط ولا تعترف بأحد مجلس النواب. سيد عماد الدين السايح إذا كنت تعترف بمجلس النواب فقط، لماذا هذه العملية الانتخابية في الأساس أصلا؟ لأن هذه العملية الانتخابية جاءت نتيجة محادثات جنيف، يعني هي موجودة في خارطة الطريق في جنيف. إذا كنت لا تعترف بالاتفاق السياسي ولا تعترف باتفاقيات جنيف، هل يمكن إذن لماذا العملية الانتخابية؟ هل يمكن القول سيد مروان مجلس النواب وخلاص؟ نعم. هل يمكن القول بأن ربما كان مقصد عماد السايح هو استلام القوانين النهائية من مجلس النواب بعدما يتم التشاور حول آلية القوانين مع الأعلى للدولة؟ لا يا أستاذ صفي الدين، لأنه هو اليوم موجود في طبرق ويريد أن يتشاور على مجلس النواب في يعني عنده تعديلات. يعني السخيف في الموضوع، وسامحوني على الكلمة هذه، السخيف في الموضوع أن عماد الدين السايح يعطي لنفسه الصلاحية والحق أن يعدل في القوانين الانتخابية ويقول هي تعديلات فنية أو تقنية كما يسميها، ولا يعترف بحق المجلس الأعلى للدولة في أن يتم تشاور معه أو التوافق معه في إصدار هذه التشريعات. يعني هو الآن وضع مواعيد للانتخابات واعتمد على التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، وهو قال بأن العملية الانتخابية ستجري استنادا على التشريعات التي تصدر على مجلس النواب. نعم. أنت 24 ديسمبر لم يتبقى عليها إلا أقل من حوالي شهرين، أقل من شهرين، إذن أين هو التوافق وكيف سيجري العملية الانتخابية؟ نعم. إذا كان سينتظر التوافق، هو في كل تصريحاته لا يتحدث أبدا، بل بالحرف الواحد قال أنه ليس معنيا بالمجلس الأعلى للدولة. ويعني هناك مراسلات أرسلت من المجلس الأعلى للدولة للمفوضية لم يرد عليها السيد عماد الدين السايح بالكامل، لم يرد عليها، وقال أنه من يريد أن يعترض فأمامه القضاء. طيب طيب، يعني الرجل ماشي في طريقه وماشي بيدير عمليه انتخابيه بما يمليه عليه البرلمان. ولذلك انا اقول من هذا المنبر ان هذه المفوضيه اصبحت غير حياديه، غير مستقله، وتمثل وتعكس راي مجلس النواب فقط، وليس لها علاقه بالغرب. طيب. الليبي ولا بالطرف الاخر. نعم. السياسي الاخر في الغرب الليبي. نعم. طيب دكتور محمود، هل من الممكن القول انه يمكن القاء جزء كبير من اللوم على المجلس الأعلى للدولة حين لم يقدم الطعن لمجلس الأمن قبل تمديد عام آخر لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا؟
في تقديري أن المشهد الليبي الضبابي بطبعه إلى الآن على الأقل يحتاج إلى أكثر من توضيح فيما يتعلق بالمشهد. هناك لدينا أجسام ميتة، ميتة سريرية وإجرائيا، ويريد الليبيون بل لعلهم مجمعون على ضرورة إخراجها من المشهد. هناك لأول مرة اعتراف من هذه الأجسام بإرادتها المكتوبة بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كانت إرادتها معيبة، إلا أنها عبرت على أنها تريد الخروج، حتى وإن كانت جزءا منها إسفافا أو جزءا منها خروجا أو خروجا عن النص. من الزاوية الثالثة، هناك جسم وحيد موجود إلى الآن على الأقل هو المفوضية بعوجاجها الموجود وبسلامة إجرائها في منقوق قيلا، لكن من أين يبدأ إزالة يا ترى؟ والمفردات حجارة وتراب. نحن نتكلم على جسم مجلس نواب، حقيقة جسم كان من المفترض أن يكون جيدا، لكن لم ولن يكون جيدا، ويجب أن يسعى الليبيون في إزالته قولا واحدا. ومن أين يبدأون بالإزالة؟ إمكانية أن يتوقع الليبيون أن يلد هذا الجسم أي شيء جيد ينقذ الليبيين ويخرجهم، لأنه هو شهادة وفاة لهم، ولن يكون ذلك كذلك كما يتوقعون. هؤلاء متربصين بالليبيين ولا يريدون الخروج قالة واحدة، ولذلك هم متمسكون متمترسون خلف مقاعدهم. أرجعوا انتخاباتين 7 سنين، وعندما تم الضغط عليهم جعلوا ما بدايتها أن تكون انتخابات رئاسية على مقاس خليفة حفتر وقبعة عقيلة صالح، وعندما وجدوا أن الأمر ربما يخرج عن السيطرة جعلوا انتخاباتهم بعد شهر، أي أنهم يريدون أن يرسموا حتى ملامح الدولة فيما بعد وفاتهم. أعتقد بأنه نوع من الهرقطات. نعم، مجلس الدولة أنشأ مشروعي قانون لأنه لا يملك حق إصدار القوانين، ولكن وجوبا كان أنه يجب أن تكون هناك مشاورات. الجسم الحاضر والغائب هو الجسم المجلس الرئاسي أيضا، مع أنه منصوص عليه فيما يتعلق جنيف كجسم، ولكن كان من المهم أن يلعب دورا توافقيا. لكن حينما تم تجاهل المجلس الأعلى للدولة، لم يتجاهل المجلس الأعلى للدولة لمجلس الأمن وتقديم اعتراض على هذا التجاهل؟ نعم، لم يتجه لشيء، وهو خلل فيما يتعلق من الناحية الإجرائية، وكان لزاما عليه أن يتجه بشكل عاجل وسريع، ولكن يبدو أنه الليبيون حديثي عهد فيما يتعلق بإدارة الأمور السياسية. ودعني أقول إن من المهم والمهم جدا أن الليبيون أدركوا أنه لا يمكن المضي قدما فيما يتعلق بإدارة دفة الدولة إن كانت تدار، فيما يتعلق بهذا المشهد الضبابي أو بهذه الأجسام التي حقيقة ورث منه الليبيون كثيرا من عناء، ونقصد بذلك تحديدا البرلمان الذي أورث دماء وحروبا وألما وإشكالا، ولن يكون له أي حل لليبيا، وإنما أورث أيضا ليبيا الدمار، وأورثها ميلاد حفتر وعصابته وميليشياته وعلاقات متردية ونفط تم إغلاقه لأكثر من مرة، كل تلك حقيقة، والحروب الدامية وآخرها الحرب على الغرب الليبي وطرابلس والمقابر الجماعية وأيضا التدخلات السلبية. وهنا نلوه إلى أهمية أن يتمسك الليبيون في التغيير من خلال صناديق الانتخاب، ولكن أيضا يجب التنويه إلى نقاط هامة. ولا شك أن ما ذكره الإخوة الكرام فيما يتعلق بأن هناك نقاط لا بد منها من عدم وجود توازن، نعم عدم وجود توازن وانحياز ده بدأ واضحا، لكن في الواقع لدينا أيضا أنه لا يوجد لدينا سلطات قضائية، فهي شبه موصدة أو يكاد أو لعلها ميتة سريريا تنضم إلى الأجسام الأخرى. وهنا لزاما التنويه إلى أهمية هذا، وكان لزاما علينا أيضا بأن يكون هناك مدعاة إلى القول بأن أي قانون لا يكون متزامنا في انتخاباته ما بين البرلمان والرئاسة سيكون قانونا معوجا، بل لعله من المهم جدا إرجاء الرئاسة إن أمكن، لأنه لعدم وجود قواعد ولعدم وجود ضمانات، خاصة ونحن نتكلم على أن عصابة حفتر وحفتر يريدون ترشيحه أو إخراج ابن الطاغية من أجل إحيائه من جديد، وهو مشروع ميت سريريا. من زاوية ثانية لزاما هنا التنويه أيضا إلى القول بأن إمكانية القنة أن المضي قدما في هذه الانتخابات ربما ينجح الدولة الليبية ذلك عبث فعلي ولا يمكن المضي فيه. نحن نتكلم على واقع أن ليبيا في هذه الأثناء تمر بمرحلة أزمة كبيرة سياسيا، لكن كيف يمكن العلاج؟
قانون الانتخابات الرئاسية الذي نص في ضمن ضياته على وجود تزكية لخمسة آلاف، لكن لم يتم تفصيل على أن هذه الخمسة آلاف تكون موزعة بين 13 دائرة ليكون هناك عدالة. هذه نوع من الهرقطة والإسقاطات التي يراد بها أن تكون ميليشيات حفتر هي المعرب له في إمكانية التوقيع أو عدمه هو أو زبانيته أو من دويم. من زاوية ثانية، كان ولا يزال وسيظل لزاما أن تكون الانتخابات البرلمانية موجودة. ما إذا ولد رئيس دون أن يكون هناك برلمان يستطيع أن يشرع قوانين تستطيع أن تغير الحياة السياسية، سيكون ذلك عبثيا. هو نوع من الضحك على الدقون. هؤلاء يجب تغييرهم. هؤلاء يجب رميهم في أقرب مقربة للزبالة. إن واقع التاريخ السياسي الليبي لم يشهد مرحلة سياسية أسوأ من هؤلاء، ولذلك يجب استبدالهم كما تستبدل غيارات الأطفال. أستاذ إسماعيل، رئيس المفوضية العليا للانتخابات قال بأنه إذا لم يتم أو يجب أن يتم التوافق على آلية وقانون للانتخابات من قبل الأعلى للدولة والنواب. ماذا إلى إذا لم يتم التوافق بشأن هذه الآلية؟ هل سيتم اعتماد قوانين النواب والذهاب من خلالها للانتخابات؟ واضح، هو الحقيقة واضح المسار الذي يخطو فيه خطواته عماد السايح هو إجراء الانتخابات وفق ما القوانين التي سنها برلمان عقل صالح. وكذلك من الواضح أنه منطق المغالبة الحقيقة هو الذي يفرض نفسه في هذه اللحظات. وللأسف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح هذا الجسم التنفيذي كما سبق ربما الضيوف، وانخرط في الصراع السياسي الحاصل في الدولة الليبية، وأصبح يدفع الحقيقة بعجلة الانتخابات في المسار الذي حدده عقل صالح والشريك الرئيسي للجسم التشريعي البرلمان وهو المجلس الأعلى للدولة. للأسف كان له دور كبير فيما يحصل اليوم، عندما أصر رئيس المجلس الرئاسي خالد المشري على الذهاب إلى المغرب ولقاء عقيلة صالح وعقد صفقة بينه بينه وبين عقيلة صالح. هذه الصفقة نسفت الجسم التشريع الحقيقي في تلك الفترة عندما كان يتواجد جله في مدينة طرابلس. ولكن للأسف كما قلت هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس المجلس الأعلى للدولة هي ربما من أوصلتنا إلى لهذا المستوى لهذا الخط. ونتمنى الحقيقة أن نرى أجوبة وردة فعل لما يحصل من المجلس الأعلى للدولة. نحن أصبحنا من يحدد ملامح المرحلة المقبلة هو ربما ويرسم السياسة المستقبلية للدولة هو من فشل عسكريا للإطاحة بالنظام الديمقراطي أصلا فهذه الحقيقة مأساة كبيرة ننظر لها نحن، وانتكاسة سياسية ربما لتيار الثورة ولتيار للتيار المدني بصفة عامة، وهو انتصار لعسكرة الدولة ولإعادة مشروع أو استنساخ مشروع نظام شمولي استبدادي من جديد. وكما قلنا وقال الضيوف هذه الخطوات التي يسير فيها رئيس المفوضية بتعامله مع مجلس النواب بشكل منفرد وكأنه لا يوجد هناك انقسام سياسي ولا يوجد هناك شريك تشريعي حقيقي وهو المجلس الأعلى للدولة، هذا سوف يحسم المصلحة لصالح المعسكر المناوئ للدولة المدنية وللنظام الديمقراطي. طيب أعود إليك سيد مروان، هناك مسألة أخرى تثير التساؤل وهي مسألة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. هذه المسألة ربما ما تزال مختلف عليها حتى الآن. ما هي نقطة الخلاف بالتحديد حول هذه المسألة سيد مروان؟
نعم، واضح جدا أن مجلس نواب طبرق يعني يضع بين نصب عينيه عدم الالتزام بتعهداته بإجراء انتخابات برلمانية إلا بعد ضمان الحصول على منصب الرئيس. يعني إذا فشلوا في تنصيب خليفة حفتر رئيسا على ليبيا فإنهم سيماطلون في مسألة الانتخابات البرلمانية، وذلك نص القانون، قانون الانتخابات البرلمانية، على أن أساس أن مجلس النواب يقوم بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوم من إجراء الانتخابات الرئاسية. يعني وليس صحيحا أن موعد الانتخابات سيكون في بعد 30 يوم، وإنما مجلس النواب بعد 30 يوم يجتمع ويحدد الانتخابات البرلمانية متى تكون. وهذا واضح جدا، التلاعب في هذا القانون واضح جدا، وهم ينتظرون بالتأكيد نتائج الانتخابات الرئاسية التي كما تعلم يعني ربما تكون من جولتين، لكن إذا فشل خليفة حفتر في الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى فربما هم سيحددون انتخابات برلمانية بعد حتى موعد الجولة الثانية، جولة الانتخابات الرئاسية الجولة الثانية. لا زال عماد السايح يقول أن التزامن سيكون في الجولة الثانية، بالرغم أن القوانين صدرت من مجلس النواب وأن المفوضية العليا أبدت اعتراضها على بعض النقاط، وكما قلت يعني هو يعطي نفسه الصلاحية للتعديل والابتداء الاعتراض ولكن لا يريد أن يعطي هذه الصلاحية لمجلس الأعلى للدولة، بالرغم أن الاتفاقات السياسية تنص على أن التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وليس مع المفوضية. واضح جدا مسألة التزامن يا أستاذ صفي أن هي المقصود منها أن مجلس النواب لا يريد الإيفاء بالتزاماته وتعهداته لإجراء انتخابات برلمانية، وأنه يريد ربما يبقى في السلطة إذا فشل في عدم الحصول على فشل مرشحه الرئاسي في الوصول إلى الرئاسة، سيبقى هو كبرلمان وربما يعرقل مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية ويدخل ليبيا في متاهة مثل التي أدخلنا فيها بعد سنة 2014. يعني هذا البرلمان الذي الآن نتحدث عنه وعن إصداراته وعن تشريعاته وعن قوانينه التي يريد عماد السيدين سايح أن يجعلها هي القوانين الوحيدة، هل من الممكن سيد مروان البرلمان نعم. هل كان من المفترض أن ينتهي نعم. أن ينتهي في فبراير 2016 نعم. الآن في 2021 وداخلين على 22 وهو هل من الممكن أنه أن تكون هناك ضغوط دولية تمارس على المفوضية العليا للانتخابات؟ واضح جدا أن هناك تدخل من البعثة الأممية في عمل المفوضية، يعني وقلنا ذلك حتى لعماد الدين سايح في هذا البرنامج، وقال بأن التعاون ما بين البعثة وما بين المفوضية هو تعامل في المجال الفني والتقني وليس له علاقة بتحديد الخيارات أو بالحديث عن التشريعات أو السياسات، ولكن سلوك رئيس المفوضية وسلوك المفوضية في التدخل في الشأن السياسي والشأن القانوني واضح جدا أنه خلفه البعثة الأممية، لأن المفوضية لكي تتدخل في الشأن السياسي والقانوني تحتاج إلى أرضية تقف عليها وتحتاج إلى دعم دولي يسندها، وهذا الأمر متوفر من البعثة الأممية وربما أيضا من بعض الدول التي تتدخل لصالح خليفة حفتر مثل فرنسا مثلا. وشهدنا كثرة اللقاءات بين رئيس المفوضية العليا للانتخابات والسفيرة الفرنسية في ليبيا، ويعني هناك الكثير من اللقاءات وهناك دعم حتى مادي بالأموال جاء من فرنسا إلى هذه المفوضية، وهذا مخالف لقانون تأسيس المفوضية، ينبغي على المفوضية ألا تتلقى أي دعم مادي من خارج ليبيا، وهذا الأمر ينبغي أن يحال إلى النائب العام لأنها جريمة اقتصادية، لأن تلقي الأموال من جهة خارجية هذا يطعن في حيادية ونزاهة وشفافية ما ماذا صحة هذه الأخبار سيد مروان؟ هناك سيطرة نعم ما مدى صحة هذه الأخبار أن المفوضية تلقت أموالا من فرنسا؟ نعم هذا الأمر غير خافي، يعني تحدث عليه حتى رئيس الحكومة
عبد الحميد بيبة، بل واجه عماد السايح، عماد الدين السايح، في احد لقاءاته، وقال بانه ينبغي على المفوضيه الا تاخذ اموال من جهات خارجيه، وقال له اذا اردتم الاموال نحن نعطيكم الاموال، والحكومه لم تقصر معكم في اخذ الاموال، فعليكم الا تاخذوا الاموال من جهات خارجيه. هذا الامر يعني واجه به رئيس حكومه الوحده الوطنيه، واجه به رئيس المفوضيه، ولم ينكر رئيس المفوضيه بانه قد اخذ اموالا من جهات خارجيه، هذا الامر مثبت ولا يستطيع ان ينكره، ولو دخلت حتى على صفحه المفوضيه لوجدت انهم يعترفون بذلك وغير منكرين لذلك. هذا الامر خطير جدا جدا، المفوضيه الان تتلاعب بها جهات دوليه لتنفيذ اجندات وتمرير اجندات مشبوهه في ليبيا، وللاسف المفوضيه انجرت بشكل كبير جدا جدا وخلف هذه الاجندات، والان هي تطبق سياسه دوليه لتمرير عمليه سياسيه بثوب الانتخابات، نعم، لفرض واقع سياسي في ليبيا مخالف جدا لاراده الليبيين وما يريده الليبيون. لذلك انا من هذا المنبر اقول بان المفوضيه اصبحت اولا غير حياديه، غير لا تتعامل بشفافيه ونزاهه، ويجب ان تبعد بالكامل، ويجب اعاده تنظيم مجلس المفوضيه مجيد، او على الاقل اقصاء رئيسها عماد الدين سالح ووضع احد الاعضاء الاخرين كرئيس المفوضيه، وحتى يتغير سلوك المفوضيه بالكامل. نعم نعم. طيب دكتور محمود، يعني على ذكر نقطه تلقي المفوضيه اموال من الخارج، يعني اذا ما تم اثبات صحه هذا الكلام، كيف نعم. يمكن الوثوق في اجراء انتخابات صحيحه وشفافه؟ هل السؤال موجه الي؟ نعم نعم دكتور محمود. دعني اقول بان المفوضيه العليا للانتخابات تلقت دعما لوجستيا من كثير من الدول، وتدعي كثير من الدول من مفوضيات او من المنظمات بانها قامت بدعم وتدعم وتستمر في الدعم، مع ان الحكومه قد ادلت ببياناتها الرسميه على انها قامت بتوفير ما يستلزم من قبل المفوضيه، ومع هذا وذاك نلزم بانه ليس محاوله قدر الامكان في اليه التشكيك في مصادر الاموال، فتلك امور اخرى، لكن ما اراه مهما من سلم الاولويات في الدوله الليبيه في ان يكون هناك دعما لاليه تغير تزيل عقبه ما يسمى باحتلال البرلمان. البرلمان الليبي جهه محتله من قبل مجموعه لا تريد للسلطه براعا ولا للاماكن زوالا، ولذلك يجب العمل على هذا. الامور الاخرى فيما يتعلق لن تكون ليبيا ورديه، ولن تكون هذه المفوضيه على انها كل شيء، هناك خلل كبير وكبير جدا، ويجب ان يدرك بان سلم الاولويات ايضا ينكب في ضروره ان يكون هناك تغيير من خلال انتخابات وصناديق انتخاب بدل صناديق ذخيره، ويجب ان يتجه ايضا الى ان يكون هذه الانتخابات ضروره اما ان تكون البرلمانيه سابقا او تكون متزامنه على الحد الاقل، وان تكون ايضا الاصوات موزعه على كافه ما يتعلق بالدوائر الانتخابيه، وان يكون هناك شفافيه اكثر، وان تكون هناك لجان للرقابه، وان يكون هناك محاوله قدر الامكان فعل لخلق وطنيين داخل أروقة برلمان، وضرورة أن تكون من غرفتين. ما لم تكن الانتخابات من غرفتين لخلق توازن تشريعي، فنحن نحاول عبثا إعادة صناعة ليبيا. ليبيا تحتاج إلى أن تكون هنا انتخابات برلمانية من غرفتين، والانتخابات الرئاسية لم ينصوا عليها وجود الدستور. نحن نتكلم على واقع عملي تحتاج إلى النضج، وتحتاج إلى المجموعة السياسية في أن تكون أيضا بنظام القوائم وليست فرادة بنظام الأفراد. تلك حقيقة كارثة ليبيا وكارثة الدولة الليبية. لم يعرف التاريخ السياسي أي نظام سياسي يتحدثون عنه في ظل تقدم سياسي في وجود نظام الأفراد. نظام الأفراد لا ينتج إلا النظام الذئاب المنفردة، وينتج أيضا مباشرة السياحة السياسية المنفردة. نظام القوائم هو الوحيد الذي يمكن معه رأب الصدع أو مصالحة سياسية فعلية وناضجة، أو إمكانية أن تكون هناك توافقات فكرية وأن يكون هناك قلق لعمل سياسي منظم. أما غير ذلك فإنه جزء من الهرقطات، الأجسام الموجودة ما بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، كل تلك أجسام يجب أن تنتهي إلى غير رجعة، ويجب أن يعاد التأسيس وأن تكون بينها انسجام وخلق لوطنيين، وأن يكون أيضا إرادة الليبيين أقوى من كل إرادة محل دولية، وأن يكون أيضا أن تنتهي وتعدل ما يتعلق بالتوافقات التي أبرمت مع الأمم المتحدة التي أرهقت الليبيين، أرهقتهم وجعلتهم حقيقة في كنف من العيش، في ظل الشظف من العيش.
نحن نتكلم على كثير من الإشكاليات كانت سببها الأمم المتحدة وبعثتها الرديئة جدا ابتداء من غسال سلامة وما أدراك ما غسال. حقيقة كل تلك أمور سيئة وأسوأ منها أن يستمر الليبيون في نفس المحك. نعم نعم دكتور أستاذ إسماعيل، يعني هناك اهتمام دولي وتوجه دولي للانتخابات 24 من ديسمبر، ما السر وراء ذلك باعتقادك؟ والله هو للأسف يعني المؤتمر الذي يعني تم انعقاده في طرابلس كنا نتوقع هذا المؤتمر الدولي الذي يعني شهد الحقيقة زخم كبير، زخم دبلوماسي يعني وحضرته وفود من عدة دول، وكانت يعني الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية الحقيقة كانت حاضرة بقوة، كنا نتوقع نتائج يعني غير هذه النتائج التي أتى بها هذا المؤتمر، وكنا نتوقع الحقيقة أن تضغط الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على عقيلة صالح وخليفة حفتر بالتحديد ولجمهم، ويعني العودة بالمسار يعني إلى خارطة الطريق أو تصحيح الأخطاء التي ارتكبها عقيلة صالح وبرلمانه والتجاوزات والخرقات التي قام بها، ويعني كنا نتوقع أن تمارس عليه بعض الضغوط وربما حتى يعطى متسع من الوقت لتأجيل الانتخابات حتى يعني يتم ترتيب أو التجهيز لهذه الانتخابات والوصول إلى يعني قاعدة توافقية ما بين الأطراف الصراع، ولكن للأسف هذه المؤتمر الحقيقة يعني جاء بنتائج عكسية وربما أكد على أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ما زالت تسير في نفس الخط الداعم ربما لمشروع الثورة المضادة ومشروع خليفة حفتر. طبعا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ليس لها حضور على الساحة أو على الأرض، الساحة على الأرض طبعا هي تتقاسمها ربما القوتين وهي الولايات هي الروس المتواجدين في جنوب البلاد وفي شرقها يعني الجمهورية التركية أو يعني بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع الحكومة التركية، فقط يعني الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية الحقيقة هي يعني أصبحت تسيطر على المشهد سياسيا وأصبحت توجهه يعني في المسار التي يتفق ويتناغم مع مصالحها ويضيق الخناق ربما على من يسيطرون على الأرض وهما الروس ربما ويعني القوى المناوئة لخليفة حفتر بدعم من تركيا يعني. نعم طيب سيد مروان، يعني على غرار الخلاف الحاصل في مسألة الانتخابات، يعني هناك ملف المرتزقة الذي يشكل أكبر عائق لإجراء الانتخابات، أليس من المفترض بقاء أو قد يقول قائل أليس من المفترض بقاء كل شيء كما هو عليه في ظل كل هذه العوائق التي يشهدها الملف الليبي؟ مسألة المرتزقة هي مسألة ستواجه عملية انتخابية إذا تم إجراء هذه العملية، ولكن كما قلت يعني العملية الانتخابية إذا أجريت بهذه التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب والتي تشترط إقصاء الخصوم وتفصل شروط الترشح على مرشحهم الرئاسي خليفة حفتر، فأعتقد بأن العملية في صميمها غير نزيهة وغير شفافة ولن يعترف الليبيون بنتائجها. أما إذا سلمنا جدلا بأنه تم إصلاح هذه التشريعات وتم التوافق عليها وخرجت بالصورة التي يرضي عنها أكثر الليبيين وتم إقصاء كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وإقصاء أصحاب النفوذ العسكري الذين سيستفيدون من مناصبهم العسكرية، لأن هذا الأمر يعني يتناقض كليا مع تساوي الفرص التي يجب أن تضمنها العملية الانتخابية. لو يعني سلمنا جدولا أن كل هذه العوائق تم تدليلها، نأتي إلى مسألة إجراء الانتخابات أو يوم الاقتراع. تتحدث لجنة الخمسة زائد خمسة بأنه سيتم
سحب جميع المرتزقة من قواعدها وتركزهم أو تمركزهم في كل من طرابلس وبنغازي، وأن هذا الأمر بالتأكيد لن يكون له تأثير على الوضع الأمني وعلى مسيرة العملية الانتخابية. ولكن أنا أشك بأن هذا الأمر يمكن تطبيقه، لأن مرتزقة الفاغنر الروسية والمرتزقة التشاديين والسودانيين منتشرين على رقعة واسعة جدا جدا في الوسط وفي الجنوب، في مدينة سرت، في مدن الجفرة الأربعة، في الجنوب في قاعدة براك الشاطي، وفي قاعدة تمن هند في سبها، وفي حقول النفط في وباري، وفي إغدامس وغيرها من المناطق. يعني هؤلاء سحبهم بهذه الطريقة لا أعتقد بأنه ممكن بطريقة يعني ممكن تعرض المنطقة بالكامل لتغيير أمني، ولا أعتقد أن قوات المرتزقة أو خليفة حفتر يغامر بمثل هذا الشيء. لذلك أعتقد أنها هي عبارة عن مناورات إعلامية، القصد منها إيهام الليبيين أن بالفعل الأجواء أصبحت يعني مؤاتية لإجراء العملية الانتخابية، وهو ضحك على الدخول. نعم. إذا كان هناك عملية انتخابية ستجرى، يجب أن تكون ليس مسألة يعني سحب المرتزقة فقط، لكن يجب أن تفرض حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على كامل التراب الليبي. يعني مراكز الانتخابات تحتاج إلى تأمين، تحتاج إلى شرطة، تحتاج إلى قوات أمنية، نقل صناديق الاقتراع نفسها تحتاج إلى تأمين. هذه كيف سوف تؤمن إذا لم تكن هناك أجهزة شرطية وأمنية تتبع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في حكومة موحدة، المؤسسات فيها كلها لديها يعني سلطة مركزية تشرف عليها؟ إذا لم يكن ذلك موجودا، فأعتقد أن أي حديث عن أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة هو مجرد أماني، ولن تحقق هذه العملية الانتخابية أي نتائج مرجوة لها. لذلك الحديث الآن على سحب المرتزقة هو محاولة لتزويق المشهد المكفهر المظلم، المشهد الأمني المتأزم في ليبيا الذي لا يسمح بإجراء انتخابات بهذه الطريقة، ولكن بطريقة التدليس، بطريقة الكذب، بالتزوير، التسويق الإعلامي الكاذب، يحاولون أن يوهموا الناس بأنه لا يوجد مرتزقة والأمور متيسرة والأمن متحقق، ويمكنك أن تذهب لتضع صوتك في الصندوق وأنت آمن أن هذا الصوت لن يزور، أن هذا الصوت لن يبعد، لن يقصى. وهذا الأمر في هذه الأوضاع بالذات، ودون أن تفرض حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها بالكامل على مراكز الانتخابات، فإن هذا الأمر مستحيل ولا يمكن إجراؤه. نعم. نعم. طيب أستاذ إسماعيل، ما هي السيناريوهات المتوقعة في قادم الأيام برأيك؟ والله المشهد الحقيقة ضبابي، ويسير إلى اتجاه الحقيقة غير الاتجاه المتفق عليه. يعني السيد عماد السايح، يعني نعود ونقول عماد السايح لأنه أصبح الحقيقة معضلة، وأصبح طرف رئيسي في الصراع الحاصل ربما في هذه الأيام، وسوف يكون مسؤول عما يحدث من ربما من أزمات أخرى بعد الانتخابات. يعني عماد السايح كان في شهر 7 شهر يوليو تقريبا كانت له تصريحات يتعذر، يقول أنه يتعذر على المفوضية أن تجري انتخابات أو تجري استفتاء، لأن في تلك الفترة كان يعني موضوع الاستفتاء على مشروع الدستور كان مطروح، ومطروح بقوة حتى يكون هو القاعدة الأساسية لإجراء الانتخابات. عماد السائح كان يتحجج أن المفوضية لا الوقت يعني لا يدركها ولا يكفي ولا يسمح لها بإجراء يعني استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية. اليوم نرى يعني عماد السائح يسير في بالدولة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والقاعدة القانونية لإجراء هذه الانتخابات يعني
يعني لم يتم التوافق عليه ولم يتم تجهيزها إلى حد الآن يعني، ويعني يفصلنا عن موعد انتخابات أقل من شهر، فهذا الحقيقة تناقض كبير ويثبت أن السيد عماد السايح الحقيقة يسير في طريق ربما يعني رسم له من الخارج، أو أنه هو أصلا متعاطف مع الطرف الذي يريد يعني عدم التوافق وعدم يعني إيجاد، طبعا بعد ما أفشلوا موضوع الاستفتاء على مشروع الدستور. نعم. يعني نعم نعم تفضل. إيه يعني عماد السايح يعني يسير في بنفس الخطى مع الطرف الذي لا يريد إيجاد قاعدة توافقية على أساس قانوني تكون أساس صلب ويعني متين. طيب. لإجراء الانتخابات. طيب. الكل يريد انتخابات، لا لا هو أصبح يعني أصبح ربما من يتحدث عن يعني عدم رضاه على إجراء الانتخابات في هذه الأوقات وبهذه الطريقة ربما ينظر له أنه هو شخص معرقل ولا يريد الانتخابات. نحن يعني أكثر من يعني نادى بإجراء الانتخابات وبحل هذه الأجسام سواء كان البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة، ويعني خروج وجوه جديدة يعني هي من تتقلد الأجسام هذه التشريعية والسلطة التنفيذية المقبلة، ولكن للأسف يبدو أن هناك يعني متربصين من الداخل ومن الخارج بمصير ومستقبل الدولة الليبية ويرسمون لها مسار الحقيقة لا ينسجم مع يعني كما ذكرنا وكما قلنا. طيب يعني طيب. مبدأ نعم. قيام دولة ديمقراطية. نعم. ونظام مدني يعني يحكم البلاد. نعم سيد مروان. قبل أن نختم، إلى أين يسير المشهد الليبي برأيك؟ لو تعيد السؤال لم أسمعك جيد. قلت لك سيد مروان، إلى أين يسير المشهد الليبي برأيك؟ صحيح من الصعب التوقع ما إلى أين سيذهب المشهد الليبي، يعني بالرغم أنه من جهود حكومة الوحدة الوطنية لعدم عودة الحرب شبح الحرب من جديد، لكن التلاعب الذي يحدث الآن في العملية الانتخابية هو منذر بعودة شبح الحرب من جديد، لأن الليبيين الآن على درجة عالية من الوعي ولا يستطيع أحد أن يخادعهم بمثل هذه المسرحيات التي يقوم بها عماد السايح ويقوم بها برلمان طبرق لتمليك أو تنصيب دكتاتور مجرم، مجرم حرب ترتكب من الجرائم ما يندى لها الجبين بعد أن فشل في غزو طرابلس في الاستيلاء على السلطة بالقوة، الآن يتم تنصيبه رئيسا على ليبيا بطريقة سمجة بعملية حقيرة ومزيفة. الليبيون لن يسمحوا بذلك، كما أنهم دفعوا دماءهم وأرواحهم في سبيل أن لا يكون حفتر رئيس ليبيا بالقوة، أيضا لن يسمحوا بأن يكون ليبيا حفتر رئيس ليبيا حتى بالانتخابات، لأن المجرم مكانه المحاكمة ومكانه السجن وليس أن يترشح للانتخابات. نحن نعرف نحن نؤمن بأن الديمقراطية حل لمشكلات الشعوب والخلاف السياسي، ولكن أن يمكن مجرم ارتكب من الجرائم ما يندى له الجريمة، والحمد لله أدلة جرائم كل يوم نراها، بالأمس تم الكشف على فتاة تم دفنها بثيابها وبمعداتها في ترهونة، كل يوم الجثث تستخرج، المشكلة ضحايا حفتر نراهم كل يوم يخرجوا من القبور ويقولوا ما ترشحوش حفتر، هذا مجرم، هذا قتلنا. والسيد عماد الدين سايح مصر على أن يكون حفتر هو رئيس ليبيا القادم. لذلك أقول بأن المشهد السياسي الليبي هو في الحقيقة في يد هؤلاء اللاعبين، إذا أرادوا لليبيا أن تخرج من أزمتها وأن تحظى بالسلام وأن تحظى بالاستقرار، فعليهم ألا يتلاعبوا بالعملية الانتخابية، وعليهم أن ينفذوا عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وأن يقصوا كل الأشخاص الجدليين وأن يقصوا كل المجرمين وما ارتكبوا جرائم. أما إذا لا يهمهم إلا تنصيب هذا المجرم علينا كرئيس، فأعتقد أن شبح الحرب سيعود من جديد، وعلى الليبيين أن يجهزوا أنفسهم لأيام سوداء للأسف إذا أريد تمرير هذا نعم المشروع الفكرة بهذه الطريقة. نعم. نعم. نعم شكرا جزيلا لك سيد مروان الدرغاش المحلل السياسي،
كنت معي عبر السينمات من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا أستاذ إسماعيل رويحة المحلل السياسي، كنت معي عبر خدمة السكايب من العاصمة طرابلس، شكرا جزيلا لك. وأشكرك أيضا دكتور محمود إسماعيل الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معي عبر خدمة السكايب، شكرا جزيلا لك. انتهى الوقت أعزائي المشاهدين، حتى اللقاء بكم في وقت آخر. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.